هنا من مدينة إيرنبار بمقاطعة بابوبي على الشط الشمالي لنهر السنغال، يشرف رئيس الجمهورية محمد للشيخ الغزواني على وضع الحجر الأساس لواحد من أبرز المشاريع الهيكلية ذات الأثر التنموي والاقتصادي والاجتماعي على حياة أكثر من 115,000 مواطن من سكان الريف. يمتد نشاطهم الزراعي والرعوي والأهلي على طول 180 كيلومتر في رقعة تشمل 165 قرية تقع على الحوض الجاف من ولايات البراكنة، تقانت والعصابة. جاء تنفيذ هذا المشروع بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية محمد للشيخ الغزواني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. تبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الرائد 64 مليار أوقية قديمة هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، ويشكل تجسيدا لالتزام دولة الإمارات بدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا. هذه المنطقة للأسف الشديد واقع على حوض مائي جاف، وذيك الوضعية أدت لسكانها كثير من المعاناة، كما أنهم اللي وسخرت ياسر من الجهود من أجل تلبية متطلبات الساكنة في المياه، ولكن النتائج كانت دائما تحت المطلوب، بل تكاد تكون معدومة في جل الأحيان، معدومة لأن منطقة ما فيها مياه جوفية. مشروع نقل المياه متعددة الاستخدامات من ضفة النهر إلى وسط موريتانيا، مشروع جاء ليرسم نهاية حقبة طويلة عانى خلالها سكان مناطق واسعة من ثلاث ولايات شح المياه لانصهارهم على حوض جاف، وهو ما كلف الدولة عديد المرات رحلات بحث وتنقيب ودراسات دون الحصول على النتائج المنشودة. كل ما كانت مياه الأمطار كثيرة يعطشوا المواطنين، وكل ما كانت قليلة يعطشوا، إلين تكثر الأمطار ويتحطموا السدود يعطشوا الساكنة، وإلين تقل مياه الأمطار يعطشوا، بالتالي هذا العطش كان أرق هاي الساكنة، وإلا وفر كل شيء، ما وفر شراب يعتبر ما خلق شيء سوى وشن. كانت عندها ثروة كبيرة من الحيوان وخلات بها لا العطش، والناس هاجرت بها لا العطش، والتمدرس ما قد يخلق فيها بها لا العطش، وجميع نواحي الحياة تقريبا كانت مهبس كاملة متعطلة. شاكرين فخامة رئيس الجمهورية على هذا المشروع اللي له يحل لنا مشكلة المياه. أيضا انتهز فرصة نشكر الحكومة دولة الإمارات على دعمهم للتنمية المحلية. بدون نقول عليه إنه مشروع القرن، اللي بالنسبة لنا إحنا أهل فطور كان حلم صعب المنال إنه يتحقق. ومكوناته ثنتين، سواء كانت المكونة اللي متعلقة بالشرب والأخرى اللي متعلقة بالزراعة. وبالنسبة لنا إحنا كسكان بلدية ودامور نعتبروا عنا هم المستفيد الوحيد من المشروع، بين اللي منطقتنا ما فيها مياه جوفية، ما زالوا حالا بعض القرى اللي حالا ما قدرنا نوفقوا إنه يعدل في حفر به، اللي فيها بعض القرى اللي تعود زارتهم الحفارة 10 مرات، وكل حفارة تعدل 3 نقاط، معناها أنه يعود المعدل 30 حفر بقرية واحدة، وبالتالي يعود الممال نتيجة سلبية. أي من قند لو تلفزيون pour garangal mawdo leedi ndi der diwan men he pour wadde pour duma pose premier pierre projet mo emirati mbadi financier donc dum do eden jatta hen mawdo leedi ndi eden jatta hen mawdo leedi ndi edi ndo way danji ngodo miijo yettude en ndiyam wallude en ndiyam njar heedam en ndiyam kadi badi heedo pour ndema dum ko yettere Allah mawdi. العطش، ذلك الشبح الذي خيم على كل تفاصيل حياة هؤلاء، فأرهق لعقود عوامل التنمية والصمود، وبرزت تجلياته قاتمة على كل الاهتمامات، على كل القسمات. إلى جلمة، لهن عدلوا بنيتنا كان قال الهلمة، وإلى جلمة تصيب تركتنا عن الرواية وتصيب القراية، وإلى جلمة تصيب المرأة مكانتها عن الورد وتصقل مكانتها وتصقل تركتها، حتى أنها لا تاكتم ولي على الزراعة، لكن اللي قادتها بضرم واللي تقدرتها بضرم.
مع الإعلان عن وضع الحجر الأساس لمشروع نقل المياه متعددة الاستخدامات من ضفة النهر إلى وسط موريتانيا، تهللت القسمات. فالمشروع الذي ستمتد أنابيبه من نقطة جلب المياه إلى الطابق العالي جدا 180 كيلومتر يضم مكونة لجلب مياه الشرب عبر بناء وتجهيز محطة معالجة بقدرة تصل 20,000 متر مكعب يومياً وإنجاز شبكة للتزويد وتوزيع المياه المعالجة، كما يحتوي مكونة للري الزراعي ستغطي مساحة 3500 هكتار من الأراضي الزراعية التي تبعد 10 كيلومترات من النهر، مما سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي للسكان المحليين. هذه مشكلة الهياس المطروحة، وحلها يتطلب استثمار كبير، يتطلب أموال كبيرة، ويتطلب ثقة ممولين وثقة قائد، والحصول عليها اليوم عقب الحصول يابس على تمويل سقاية مدينة كيفة من قري، واللي هي زاد مشروع كبير ومهم وياسر من الناس ما كان يتصور انه قد يعدل، والتوسعة والتكملة اللي يعدل ثلاث طوط الشرقي، هذا نعتبره هذه التراب من موريتان الولايات الثلاث شربوا، واللي الآن تقبل الناس على العمل إن شاء الله من أجل مواكبة التطلعات فخامة رئيس الجمهورية لدور ذي البلد هو وتنميته إن شاء الله.